أسماء الله سبحانه وتعالى عندنا أسماء مختصة بالله لا يسمى بها أحد، وإن سمي بأحد لا بد أن يغير، الله ورب العالمين والرحمن، ما يمكن أن يتسمى بها أحد. وعندنا أسماء غير مختصة بالله يصح التسمي بها على أنها أعلام محض، فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. مثال حكيم بن حزام رضي الله عنه، صحابي، غير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد باسمه الوصف الذي لا يكون إلا لله. قالت امرأة العزيز، يصح هذا عزيز؟ هذا ليس بعزيز. نعم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قصد بالوصف؟ لا، يصح التسمي. لكن عندما قال أبو الحكم، لماذا؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. هذا ما يمكن يكون، هنا قصد ماذا؟ الوصف. فقال أنت أبو شريح، مفهوم؟ لماذا؟ لنتعدي على جانب الربوبية. الأسماء عندنا إذا كان فيها تعدي على جانب الربوبية يمنع، تعدي على الوصف يمنع. عبد المطلب، بعض الناس يقول يصح التسمي بعبد المطلب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نقول: أنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك محكم. عندنا نصوص محكمة بينة واضحة أن ما يعبد الأولاد إلا لله، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن شيء عرف به، لأنه لو قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن شيبة الحمد، ما أعرف أحد. والكلام في باب الإخبار، لا، في باب الإنشاء، أنت أن تسمي أحد. ومن حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن، وما يعبد الأولاد لغير الله. ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، ولم يتسمى أحد من الصحابة بعبد المطلب. ثم عبد المطلب هذا لقب لعبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، هو ليس باسم عبد المطلب، هذا لقب له. ما حدث؟ حدث أن المطلب أخذ شيبة الحمد إلى المدينة، لأن أخواله هنا، شيبة الحمد أخواله بالمدينة، وتربى هنا صغيرا. أهل مكة لا يعرف من عبد المطلب، لا يعرف شيبة الحمد. جاء المطلب وأخذ من؟ أخذ الولد وأردف خلفه. تعرف مع الطريق 9 أيام وعشرة أيام حتى يصل إلى مكة، الشمس والحرارة والصحراء وتغير الجو وقلة الأكل ممكن والزاد، تغير لون من؟ هذا الولد الصغير إلى السماء قليلا، مفهوم؟ وما يعرف أهل مكة. فقالوا: من هذا الذي خلف المطلب؟ قالوا: هذا عبد. يعني إيش؟ عبد مملوك. قالوا: عبد لمن؟ قالوا: عبد للمطلب. فألصق به هذا اللقب، فقالوا: عبد المطلب، عبودية رق، ولا هو شيبة الحمد، مفهوم؟ وبهذا كل يزيل الإشكال. ولماذا تذهب إلى المتشابه وتترك المحكم وما تسمون به؟ ها؟ عبد الله عبد الرحمن. نعم.